كذبت قبل كده على حد من اصدقائك او عيلتك؟ اه كتير، يعني حياتي كلها كذب يعني. اهلا واضح، انا عصام كريكا ومنورين النهارده. السمكه، لان انا بحب البحر فوق ما تتخيلوا، وعايش حياتي معظمها يعني هناك، يا اما على النيل يا اما في البحر. يعني هختار عم دهب. ليه؟ يعني مهتم بالحياه قوي وبيحب الحياه وبيسعى ان هو يبقى موجود على طول، فكنت بحب عم دهب. هي الكوره، كره القدم، ولغايه النهارده يعني احنا مداوم عليها يعني لغايه النهارده. الشاي باللبن، 24 كوبايه شاي باللبن في اليوم، فدي عاده عايز اتخلص منها بس عمري ما اتخلص منها. لا والله يعني بحكم وجودي في المجال وكده، يعني انا عملت كل حاجه الحمد لله. لا ما فيش حاجه ما عملتهاش، يعني غنيت ولحنت ومثلت وقدمت برامج، يعني في مجال الفن يعني حاجات كتير عملتها ومبسوط ان انا عملتها يعني، وربنا وفقني فيها. لما يكون عندي سفر، عندي هاجس ان انا مش هقوم من النوم وهتروح على الطياره، فكل ما يكون عندي سفر لازم اسهر لغايه الطياره، يعني ما بنامش. خوف من بكره، بس مش هعرف اتغلب عليه، بس تملي بفكر في بكره، بكره مخبي ايه، بكره مش يعني تملي همي الاكبر بكره هبقى فين يعني. ولاده اولادي احمد ومي. والله هو موقف غريب يعني، كان نصبايا، كان حد اتصل بيا وقال لي احنا عايزين نتقابل معاك انت ومدير اعمالك، هنتكلم في حفله كبيره وفي سفر ومش عارف ايه، وهنقابل فلان الفلاني ومش عارف ايه. ورحنا الاوتيل، وبعدين الراجل ده قابلنا في اللوبي، لغايه ما الراجل وهو معانا في اللوبي وبيتكلم وبكل يعني بكل جديه، وفجاه تليفونه فصل، فقال لي ممكن اكلم بس الاستاذ عشان ينزل يعني وكده. اتفضل، فديته تليفوني وقعد يتكلم، ايوه حضرتك احنا في الحته الفلانيه، لغايه ما اختفى خالص وخد التليفون وسرقه يعني. بس اتعرضت عمليه نصب غريبه. شكرا، واضح، باي باي.